أستاذة نور، مصر سينا، قولي على دور مصر سينا. هي كانت يعتبر زي ما بيقولوها حلقة وصل بين العارضين وبين إدارة المنتدى، علشان تنظم لهم طبعا من وسيلة المواصلات والسكن لحد ما وصلوا للمنتدى. والتنظيم طبعا قام بدوره على أكمل وجه. نظم، كان عاملين مكان مخصص للتراث السيناوي فقط لا غير. كل بارتيشن كان فيه 2 سيدات من عارضين عارضة شمال سيناء، كل واحدة طبعا كانت بتظهر فيها المنتجات بتاعتها. كان فعلا يعني طبعا نشكر الباشمهندس ابراهيم العرجاني لان هو الراعي الرسمي للمعرض، وهو هو السبب الاول والاخير طبعا بعد سيادة الرئيس انه يكون العارضين يظهروا قدام العالم كله، مش على قد مصر بس، قدام العالم كله، ان يبينوا العظمة بتاعتهم والابداع بتاع الايد المرأة السينوية الاصيلة. طبعا طبعا مفيش احسن.